المباراه. خلينا نروح لرئيس قناه النادي الاهلي الدكتور محمد العدل. دكتور محمد مساء الخير والف مبروك لجماهير الاهلي العظيمه، مبروك للنادي الاهلي، لاعبين وجهاز فني ومجلس اداره. الف مبروك. انا مش من عادتي اعمل مداخله ولا اتكلم، لكن احب اوضح بعض الاشياء. اتفضل يا دكتور. اولا معروف ان هذه المباراه كانت ستنقلها قناه زميله، واعلنت عن كده بقالها فتره، وفوجئنا اليوم انها ما بتنهيهاش، واللي احنا عملناه ده اقصى شيء كان ممكن يتعمل في اطار مفاجاه ان المباراه مش هتتنهي. احنا من صباحة ربنا واحنا بنهاجم على شبكات التواصل الاجتماعي لاننا مقصرين. صحيح هناك من انصفنا، فبنشكر اللي انصفنا وبنقول للي هاجمنا ان المباريات لها حقوق بس، ومن يملك حقوق البث هو الشركة الراعية لنا وللقنوات الأخرى، وهو من يحدد من يذيع المباراة، وبالتالي نحن لسنا طرف في هذا الموضوع. وأرجو أن الناس تعرف أن احنا مين لا يتمنى أن الماتش يتنقل على قناته؟ مين من العاملين، كل العاملين في قناة الأهلي يتمنى أن كل المباريات تنقل على قناته؟ لكن هذه حقوق بث وليست في ايدينا. فانا بنعتذر للناس اذا كنا مقصرين، ولكن نحن نبذل قصارى جهدنا ان احنا نقدم لهم شاشه تليق بهم. اذا كنا مقصرين فبنعتذر عن التقصير، واذا كنا نجحنا في بعض الاحيان فيعني ارجو انهم يعني يتحملوا او يقدروا ان الناس بتبذل جهد. انا بشكركم والف الف مبروك مرة تانية، وبنعتذر مرة تانية ان احنا ما قدرناش ننقل المباراة. معلومة، احنا هننقل المباراة بدءا غالبا على الساعة 10، هننقل بس المباراة اللي احنا نقلناها بنفسنا بكاميرا من هناك دون ان يكون مجهزين لهذا. هننقل لكم المباراة الساعة 10 قبل حلقة الكابتن ابو جلدان. اشكرك. انا اللي بشكركم جميعا. شكرا جزيلا يا دكتور. الدكتور محمد العدل رئيس قناه النادي الاهلي، موضحا ان النادي الاهلي او قناه النادي الاهلي لم تكن طرفا في هذا الموضوع باي شكل من الاشكال، وان احد القنوات اعلنت عن انها ستذيع هذه المباراه منذ اسبوع تقريبا او منذ 5 ايام، وبالتالي الكل فوجئ النهارده الصبح بان المباراه لن تذاع على قناه على القناه الزميله الاخرى، وبالتالي هناك حقوق للبث ما بتبقاش دايما في ايد النادي الاهلي او ما بتبقاش غالبا في ايد النادي الاهلي، ولكن بتبقى في ايد الشركه الراعيه للنادي الاهلي والشركه الراعيه لبقيه القنوات، وبالتالي هي من تحدد من سيذيع هذه المباراه وليس قناه النادي الاهلي. عموما ده كان كلام الدكتور محمد العدل رئيس النادي الاهلي.